ضنجانا وفرحنا ابو بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله غنوا قولوا اهلا رمضان رمضان جانا اهلا رمضان رمضان جانا. شهر رمضان المبارك من الأشهر المقدسة، فهو شهر الصوم والصبر إلى جانب العمل التطوعي الذي يعزز التكافل الاجتماعي. هذا الشهر تميز بالكثير من العطاءات بين الأهل والأصدقاء والجيران، كما تميز بالسلوك الخلقي، فجمع تحت خيمته الفرح والبهجة والسرور. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. شارف شهر رمضان المبارك على الانتهاء، وها نحن قادمون للاحتفال بالعيد الفضيل، العيد الذي أتى بحلة مكللة بالأمل والعطاء والانتصار. حلويات العيد متنوعة، منها المتوارث ومنها الجديد. ازدانت واجهات المحال بحلوها وتعدد أنواعها، مما زاد من الإقبال عليها. الله الله أتانا العيد يا محلا. الله 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 إنه عيد أنسى الآن. الله 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 فالعيد يجمعنا وإياه. الله 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 على الفرحة حمدا شكرا لله. فكل رمضان وسوريا وشعبها وجيشها وقائدها بألف خير. كل عام وأنتم بخير. من كان دوما خيرا رفيق في الحياة.